بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. بعد ما تعرضنا في الحلقات اللي فاتت عن الطرق المختلفة اللي تقدر من خلالهم توصل للإلمنت في HTML علشان تبتدي تعمل لها إيه؟ editing أو changing، الحلقة اليوم هنبتدي نعمل إيه؟ changing ل HTML content. يبقى كل قضية إن إحنا بس نوصل للحاجة الأول إزاي باستخدام السلكتورز المختلفين اللي اتكلمنا عنهم، وبعدين بقى نبتدي ايه نعمل ايديتنج عليهم. هنتكلم عن خاصيه او من ضمن الخصائص الجميله خالص اللي هي ايه انر اتش تي ام ال. لو انا فتحت الايديتور تبعي وانا هبتدي يا جماعه اعمل ايه، شايفين هيدنج واحد دي انا في الريلود بتاعي ادي عندي كلمه هالو ورلد، هي دي اللي انا هشتغل عليها يا جماعه، تمام كده؟ فايه ديت واخده اي دي اسمه هيدنج، حلو كده. انا بقى عايز انادي على الاي دي اللي اسمه هيدنج واغير في التكست بتاعه علشان يكون حاجه ثانيه غير هالو ورلد. ده البرنامج اللي انا ناوي نعمله ان شاء الله باذن الله. طب اوكي، نيجي نادي على الكلاس اللي اسمه هيدنج، فنقول له دوكيومنت نادي على المستند، عايز ايه من المستند دوت، عايز ايه الداتا واخد اي دي، فانا هقول له مثلا جيت اليمنت باي اي دي. ايه الاي دي اللي واخده؟ واخد الاي دي اللي اسمه هيدنج، حلو جميل كده. عايز منه ايه؟ انت كده بتقول يا مستند، ها المستند بيجي اتنشن معاك ايه، انا عايز اجيب اليمنت باي اي دي، جميل. فين الاي دي؟ اي دي اللي اسمه هيدنج. مين الاتنشن معاك كده؟ كده اتش واحد هو اللي هيبقى مركز معاك، ها عايز منه ايه؟ احط دوت واكتب انر اتش تي ام ال. خد بالك اني وانا بكتب كلمه انر بكتب انر لوحدها وبعدين من غير مسافات، الاتش تي ام ال بتبقى كلها كابيتال لوك، ها وبحط يساوي وما بين دبل كوتيشن هبتدي اسند القيمه الجديده. يعني ده معناه ايه؟ بص بقى يا مستند، انا عايز انادي على عنصر الاي دي بتاعه اسمه هيدنج، وعايز منه عايز امنتج على مين؟ على النص الداخلي بتاع اتش تي ام ال، تمام كده؟ اوكي، عايز تحط مثلا مكانها ايه؟ هقول له نيو مثلا اور هكتب نيو تكست، تمام كده؟ لو انا عملت اعمل كنترول اس دلوقتي وحاولت اعمل ريفرش اعمل كلمه هالو ورلد ديت، لو انا عملت ريلود الاقي انها بقت نيو تكست. يبقى دي الاليه او من خلالها قدرت انادي على انر اتش تي ام ال واغير في النص بتاعه. ديت الطريقه. يبقى انت لما بتحب تغير في نص بتحط بتنازل تكتب انر اتش تي ام ال تحط يساوي وتسند القيمه الجديده اللي انت عايز تناديها اللي انت عايز تسندها للانر اتش تي ام ال اللي انت عايز تحدد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.